ما الذي يجمع عينات بطرابلس الغرب؟ سؤال في محله، لكن في هذه القرية الصغيرة امرأة تدعى عزيزة كانت ذات يوم المرأة التي تحمي ظهر العقيد معمر القذافي. تطل علينا عزيزة إبراهيم خالية الوفاض إلا من الذكريات. اليوم بعد 17 عاما من عودتها من ليبيا، قررت الراهبة الثورية بحسب ما يطلق القذافي على حارساته الاعتراف بأنها كانت واحدة منهن. لا تمتلك أي صورة ولا أي دليل على ما تقول، لكن علينا أن نصدقها لأنها تعرف أكثر مما ينبغي. أول شيء بعد كان حارسة شخصية لإله بدها تمتنع عن الزواج، لأنه بسمينهن الراهبات الثوريات والراهبة ما بتتزوج. تاني شيء بدها تكون عندها شخصية قوية إنه قادرة تستغني عن أهلها. يعني الصورة لمعمر طلها طل العسل الثوري، ممكن تقتل أهلها. في واحدة من الحارسات مثلا اسمها جميلة درمان، هذه كانت عملنا رعب لإلنا، قتلت ابن عمه كان عقيد حسن إشكال، هالإشكال قضيت فيها ودي كمان هالقضيفه، على صوته عم عمر بالنقاش وهي قدام الكل وكنا نحن موجودين فيها، فمجرد ما على صوته قوسته قدامه عم عمر. في عام 1982 وبعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، سافرت عزيزة إلى ليبيا ضمن برنامج للطلبة الناصريين، وهناك شاءت الصدف الاستخبارية أن تلتقي معمر القذافي وأن ترافقه في أول رحلة له إلى الصين كواحدة من حارساته الشخصيات اللواتي يختارهن بعناية. الحارسات الحقيقيات اللي معه إذا بتلاحظوهم في تنتان سمر، برتبة عقيدة ونقيب كانوا، والباقي اللي مثلي أنا بقية العشرة التانيين يعني بيكونوا هذا مظهر إنه عم بيرفقوا حرسوا كله بنات، يعني مش ضروري يكونوا نظام إنه بيحرسوا بنات مش شباب، إنه هيدا عم يرفع من شأن المرأة إنه عنده البن المرأة مثل الرجال، مثل الرجال متساوي بكل الحقوق والواجبات، وهذا يمكن أعلى بكتاب الأخضر، المرأة أنثى والرجل ذكر، بس هذا الفرق بيناتهم، والمرأة تحمل والرجل لا يحمل، هذه مقولة الكتاب الأخضر الركن الاجتماعي. في أحد الأيام اصطحبت اللجان الشعبية عزيزة وعددا من حارسات القذافي وطالبات أخريات إلى المجمع الجامعي حيث يلقي القذافي خطابه. هناك حدث ما لا يمكن أن يتصوره عقل. نجاوب الطلبة اللي بدنا نشوفه. واحد بكلية القانون تهمته أنه اتصل بالعراق لحدا بيعرفه. واحد بكلية الاقتصاد، أربعة اللي شنقن يوما. طبعا أول واحد شنقه هو هيدا، ما ماتش، فشدوا بإجراء حتى يموت. لما شدوا بإجراء أنا قاعدة هيك على الدرج تبع هي، بس الساعة 2 بالليل بفوتوا على السكن بقولوا بدنا نروح على المدينة الرياضية. أخذونا مثل ما نحن على المدينة الرياضية وقاعة مغلقة، هذه القاعة الشتوية، بيعدم 17 واحد من الطلبة غاب الرصاص هذيك شنو 17 قدامنا نحن، القاعة مغلقة طبعا الصوت بيطلع غير شكل، وما تصرخ بدك تهتف انه هودي خون. واحد منهم مش هو الخاين، ابن عمه طيار هربان، فما مسكوش ابن عمه، اخذوه له بداله. تلتبس المشاعر على عزيزة وهي تشاهد الرجل الاخضر الذي فدته بروحها وهو يواجه خريف حكمه، لكنها تتمنى له الموت، بل تقول انها لو كانت لا تزال من حارساته لقتلته بنفسها. رامي الامين.